يلا بينا يلا بينا نبتدي يا شباب. نرشم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. مجد للاب والابن والروح القدس، الان وكل اوان، ظهر الدهور كلها امين. هو انا كنت متفقه مع استاذ بشويه على محاضره، بس انا حضرت حاجه تانية، فان شاء الله وقت تاني ندي المحاضره اللي كنا متفقين عليها. النهارده هناخد الاعاقه السمعيه. احنا اخذنا الاعاقات الذهنيه كلها. مين يقدر يقول لي الاعاقات الذهنيه اللي احنا اخذناها؟ اسماء الاعاقات الذهنيه. طب ايه اسهدزه؟ داون، سي بي، اوتيزم، وايه تاني؟ ما قال السي بي اللي هو شال تمام. ها ايه قلنا؟ الولاد، التاخر الدراسي. برافو. مين قال تاخر دراسي؟ برافو برافو. يبقى عندنا اربع انواع من الاعاقات: التوحد والشلل الدماغي والداون سيندروم والتاخر الدراسي. تمام. النهارده هناخد نوع اعاقه تاني اللي هي بنقول عليها اعاقه الصم والبكم. يعني ايه صم وبكم؟ مش بيسمعوا ومش بيتكلموا. برافو. هما نفسيا ما بيستريحوش بقى لكلمه ان انا ايه، ما يعني ما بسمعش ومش بتكلم. هما بيقولوها بالاشارات صم وبكم، صم وبكم. طيب ايه الاعاقه اللي عند الصم والبكم؟ هل هو ما بيعرفش يتكلم ولا ما بيعرفش يسمع؟ برافو. زي ما انتوا قلتوا كده، هو ايه اللي بيحصل؟ ان في مشكله في السمع فبتاثر على ايه؟ الكلام. لكن هم جهاز الكلام عندهم مظبوط، لكن المشكله عندهم فين؟ في ودانهم. تمام. هنبتدي كده من اول حاجه، من بدايه خالص الجنين. الجنين بيبتدي يسمع اول حاجه في الشهر الثالث، بتتكون العينين والودان عند البيبي، ويبتدي من الشهر التاسع يبتدي الطفل اول حاجه بتشتغل من الحواس هي حاسه ايه؟ السمع. بيبتدي يسمع دقات قلب مامته، بيبتدي يسمع الدوره الداخليه بتاعه الجسم. انتوا عارفين ان جسمنا جوه بيعمل اصوات، بيبتدي يسمع الاصوات دي كلها. طيب طبعا الانسان بيبتدي يسمع، فبتبتدي تتكون عنده اللغه. اللغه عباره عن حاجتين: لغه استقباليه، ان انا استقبل الكلام، ولغه تعبيريه، ابتدي اعبر واتكلم. يبقى الطفل بيقعد اول سنه يسمع 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 كتير، وبعد السنه يبتدي يطلع ايه؟ كلمات. نقول كده في التخاطب ان اللي عمره سنه يبتدي ايه؟ يتكلم كلمه. اللي عنده سنتين يبقى يقدر انه يتكلم كلمتين، اللي عنده 3 سنين يقدر يعمل لي جمله من 3 كلمات. لو حصل اي حاجه من دول بنجري ونعمل له شغلنا بقى اللي هو ايه؟ التخاطب. بنقول الولد مش قادر يتكلم. هل مشكله في ودانه؟ لا، مشكله ان الام مش متواصله مع ابنها كتير ومش بتتكلم معاه كتير، والولد قاعد على الموبايل على طول، فبيحصل انه ما كونش لغه، اللغه الاستقباليه بتاعته ضعيفه جدا، فاثرت على اللغه التعبيريه بتاعته فايه؟ فما اتكلمش. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على الولاد الضعاف السمع او الولاد الصم وبكم. طيب هل الصم وبكم بيتولدوا كده ولا ممكن ما يكونش مولود كده؟ مين موافق ان ممكن يكون هل الاعاقه مولود بيها ولا ممكن ما يكونش مولود بيها؟ يكون مولود بيها. طب ينفع يكون مش مولود بيها؟ ينفع يكون مش مولود بيها. ممكن خلال اول 3 سنين يحصل سخونيه عاليه تخرم طبله الودن تؤدي للسمع يروح. ممكن بعد 3 سنين يحصل ضعف في حاجه اسمها، كل ده هنفهمه، العصب السمعي بتاع الطفل، ويبتدي السمع بتاعه يروح. نفس فكرة النظر، الناس كل ما بتكبر نظرها ايه؟ بيقل. ما هو ده عصب، عصب بتاع العين، كذلك عصب الودن. خلال فترة معينة في اطفال بتتولد بضعف سمع ويحصل بعد كده صمم كلي. تمام؟ طيب
ضعف السمع ده لو الطفل ملحقش يتعلم الكلام ويتعلم يكون مستقبل كلمات كتير بالتالي هيبقى أصم. لكن في ولاد حتى نلاقيها شوية بتتهته وبتتكلم كلام متقطع أو نقول عليه لسانه تقيل، نقول عليه لسانه إيه؟ عارفين الناس اللي بتبقى لسانها تقيل، هو مش سامع بس هو خلال الثلاث سنين الأولانيين أو الأربع سنين جمع اللغة بتاعته وبقى فاهم الكلام، وبعد كده إيه اللي حصل؟ قدر يكون لغة بس ما بقاش سامع، يقدر يتواصل معاك ويفهمك لكن هو مش سمع. تمام؟ دي بداية كده السمع اللي احنا هنتكلم عليه. طيب ايه المشكلة اللي بتحصل في السمع؟ احنا عايزين نفهم السمع اصلا بيمشي ويوصل ازاي لدماغنا، ازاي بنسمع، يعني ايه؟ يعني الصوت ده بيمشي ازاي؟ اخدتوا انتوا في تانية اعدادي الكلام ده، فاكرين شكر رنانة ونهزها، فاكرين الكلام ده ولا تبخر؟ تبخر. تمام. طيب خلينا نتكلم شوية ونفهم الدنيا أكتر. هو في باسورد؟ طيب أول حاجة الصوت عبارة عن إيه الصوت؟ مين فاكر؟ ويفز، موجات، برافو. عبارة عن موجات بتمشي في الهواء وتوصل لأول حاجة عندي اللي هي إيه؟ أول حاجة عندي اسمها إيه؟ ودني. اسمها ايه لو هنتكلم شوية بمصطلحات علمية؟ اسمه الصوان. اسمه ايه؟ الصوان. يبقى ربنا خلق لي ايه؟ خلق لي كم ودن؟ اتنين. لما الصوت بيجي لي من ناحية اليمين انهي فص في مخي بيشتغل؟ الشمال. وودني الشمال انهي فص في مخي يشتغل؟ اليمين. العكس بيشتغل، يعني اللي بسمع منها الموجات بتمشي من هنا تروح الفص هنا اللي مترجم الصوت، والعكس في الناحية التانية. بيمشي الصوت، يمشي يعدي على الصوان بتاع ودني، وبعد كده استنوا أجيلكم، بيمشي في حاجة اسمها القناة الخارجية اللي احنا بنقعد بقى ايه نلعب وننظف فيها الشمع، وهنفهم أهمية الشمع ده ايه. يبقى أول حاجة عندي الصوان، والصوت بيمشي في حاجة اسمها ايه؟ القناة الخارجية. بعد ما يعدي على القناة الخارجية يوصل للحتة دي اسمها طبلة الأذن. اسمها ايه؟ طبلة الأذن. يبقى تاني، يبقى عندي أول حاجة اسمها ايه؟ صوان. بعد كده يمشي في ايه؟ القناة الخارجية، يوصل طبلة الأذن. تتحرك طبلة الأذن، يبتدي في ثلاث عظيمات قد حبة الرز يبتدوا يتحركوا. الصوت عمال ايه؟ يمشي. مشى واتجمع في الصوان، مشي 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 في القناة الخارجية، قعد يخبط يخبط في طبلة الأذن، راحت طبلة الأذن ابتدت تخبط في مين؟ في الثلاث عظيمات دول الصغيرين دول خالص. بعد ما خبطت في طبلة الأذن راحت مخبطة على حاجة اسمها القوقعة. اسمها ايه؟ القوقعة. القوقعة دي فيها سائل اسمه سائل البرلينف، والقوقعة دي فيها شعيرات، فيها زي شعر كده. الصوت لما بيبتدي يمشي والطبلة تخبط والتلات عظيمات يخبطوا، هيبتدوا يخبطوا في القوقعة زي فكرة قربة اللبن، عارفين لما يخضوها كده ويطلعوا منها الجبنة يقعدوا يهزوها ازاي؟ اهي نفس الفكرة. سائل البريلينف ده بيتحرك فيبتدي يحرك الشعيرات، الشعيرات تاخد الموجات دي وتمشي بيها عند العصب السمعي وتوصل للمخ نبتدي نسمع. شفتوا اللي احنا بنسمعه في ثانية ده؟ خطة طويلة خالص. ها مين يعرف يطلع يقولها لي؟ ده عايزين هقولها بسرعه تاني. طيب الاذن الداخليه، عايزين جوائز للي هيطلع يقول. الاذن الصوان اهو، الصوان اهو جمع ايه؟ الموجات الصوتيه، ابتدى يمشي في القناه الخارجيه، خبط في مين؟ الطبله ابتدت تتحرك، خبطت في مين؟
ثلاث عظيمات، الثلاث عظيمات خبطوا. عارفين القوقعة، شكل القوقعة الحلزون ده نفس الشكل. القوقعة ابتدت فيها سائل جوه حرك الشعيرات اللي من جوه، راح وصل الصوت، حولته الكهرباء للعصب السمعي. تمام؟ يعني الموجات دي تحولت لكهرباء ووصلت للعصب السمعي، العصب السمعي وصل للمخ. عايزة ولد وبنت، يلا بينا. مين بنوتة؟ يلا. ايوه اشرح لهم كده، اشرح واي يعني. ها؟ الصوت الاول بيجي عند صوان الاذن، برافو، وبيدخل بيمشي في القناه الخارجيه، ومن القناه الخارجيه بيربط في الطبله، فالطبله بتربط في الثلاث عظمات الصغيرين اللي قد الرز، برافو، ومن هنا بيربطوا في القوقعه، بيتحرك السائل اللي حواليها، فبتتحول لموجات كهربائيه وبتمشي في العصب السمعي. برافو 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 برافو. بس ما ننساش الشعيرات، عشان الشعيرات دي هتعمل اوه. شفتوا؟ كنتوا طلعتوا. يلا بينا. نسمع نسمع يا اولاد. احنا اول ما بنسمع الصوت، الصوت بيبتدي يدخل من الصوان، وبعد كده يدخل القناه الخارجيه، بعد ما يدخل القناه الخارجيه بيبتدي يدخل على الطبله، الطبله بتبتدي ان هي تتهز الثلاث عظيمات الصغيرين، بعد كده بيبتدوا ان هم يهزوا القوقعه، القوقعه جواها شعيرات وجواها سائل، السائل ده بيهز الشعيرات، برافو، الشعيرات توصل للمخ على هيئه كهرباء، الصوت يوصل للمخ. برافو برافو. لا سقفه كبيره، سقفه كبيره. سمعت اللي فات. السائل اسمه ايه؟ انا عرفت السائل. طيب ما حدش اسمه ايه؟ برافو برافو. طب ها مين يقول السائل اسمه ايه؟ برلينف. برافو برافو. طيب احنا كده فهمنا الاذن، الكل الجهاز السمعي ده بيتقسم لثلاث اجزاء. عندي حاجه اسمها من الطبله بالقناه، الصوان بالقناه السمعيه بالطبله، اسمها الاذن الخارجية، اسمها الأذن إيه؟ خارجية. التلات عظيمات بالأوضة الفاضية دي بنسميهم الأذن الوسطى. مش كلنا بنقول إحنا بندوخ وعندنا دوران من الأذن الوسطى؟ هنعرف إن الكلام ده غلط. طيب القوقعة، وعندي تلات أشكال كده زي الهلال بنسميها القنوات الهلالية، دول مع العصب السمعي اسمها الأذن الداخلية. مرة كمان، وفي حاجة اسمها هنا قناة ستاكيوس، هنفهم بتعمل ايه برضو. يبقى تاني، الاذن الخارجية الصوان، قناة سمعية الطبلة اسمها اذن ايه؟ خارجية. التلات عظيمات بالاوضة الفاضية دي بقناة ستاكيوس بنسميها الاذن الوسطى. القوقعة بالقنوات الهلالية وتطلع على العصب السمعي اسمها الاذن الداخلية. احنا قلنا كده ترتيب الاذن، هنفهم كام حاجه. ايه القنوات الهلاليه دي مسؤوله عن ايه، وقناه ستاكيوس دي مسؤوله عن ايه. القنوات الهلاليه دي هي المسؤوله عن الاتزان. مش ساعات بتجيلنا دوخه، والدوخه دي الدكتور يقول احنا عندنا ايه؟ الاذن الوسطى. هي ما اسمهاش الاذن الوسطى، هي اسمها الاذن الداخليه، فهي المسؤولة عن اتزاني جدا جدا. يعني لو فيها اي خلل بفقد على طول التوازن ايه بتاعي. طب قناة ستاكيوس دي بتعمل ايه؟ انا لما بتنفس في بخار بيتكون، بشم ابخرة، ولما بستحمى في نقط مية ممكن تدخل ايه؟ وداني. وكمان الضغط، لما باجي اعطس القناة دي بتعمل ايه؟ بتقفل. عشان كده بنقول ممنوع تكتم العطسة بتاعتك دي، ممكن تفرقع الطبلة بتاعت الودن وتأثر على ضغط الودن. وساعات يقول لنا لما نركب الطيارة ناكل ايه؟ مستيكة، بسبب قناة ايه؟ ستاكيوس دي المسؤولة عن الضغط، بتفرغ المية والضغط. فأي مشكلة بتحصل فيها هي مسؤولة ان هي تسرب المية اللي بتوصل للودن على طريق البلعوم. يبقى قناة ستاكيوس دي مهمة جدا، هنعرف ايه المشكلة اللي بتحصل لو اتضرنا فيها. يبقى اي تجميع مية دي الماسورة اللي بتصرف المية، بتصرفها على فين؟
بتصرفها على البلعوم وعلى طول على الكلى والدنيا دي. طب احنا عايزين نفهم ايه المشاكل ممكن السمعية اللي تحصل تؤدي ان الطفل يبقى سم بكم. اول حاجة احنا كده فهمنا الجهاز وطريقة السمع. طيب بنقول ان في ولاد بتتخلق اصلا من غير صوان، يعني عندي ولد ما عندوش صوان الودن، الودن دي مقفولة ما اتخلقتش اصلا. طيب دي بتعمل ايه؟ بنركب حاجة اسمها سماعة عظمية بتبقى موجودة كده جوه صغيرة، دي ممكن تعمل شغل الصوان وتدخل السمع. طب عندي مشكلة تانية، انا هنا الصوت بيمشي فين؟ في القناة الخارجية. ربنا عمل لنا حاجة اسمها السمغ اللي بيبقى لو في التخاطب بنقول عليه السملاغ، ده بيكون بيحمي الودن من حدة الصوت. الناس اللي بيتكون عندها شمع كتير وتروح تغسل ودانها عند الدكتور، اول ما بتطلع من عند الدكتور وهي غاسله ودانها بتحس انها سمع الصوت بطريقه شنيعه جدا، صوت بيبقى عالي قوي. طب الشمع ده بيعمل ايه؟ بيحدة الصوت القويه جدا دي بيبتدي يهديها جدا. طب وايه الفايده التانية؟ الفايده التانية انه بيمنع الحشرات انها تخش ودانا، وبتعمل ليونه للقناه السمعيه، فاحنا ما ينفعش نشيله بحدة، ده ساعات بيأثر على السمع بتاع الولاد. ممكن ننظف ودننا ويحصل ان طبلة الاذن تحصل لها ايه؟ تتخرم. طب لو حصل ان طبلة الاذن اتخرم كده هينفع عملية السمع تمشي؟ لا برضو، دي هتوقف عملية السمع. طبلة الاذن دي بتتكون من 3 غشاءات رفيعين جداً وبيتحركوا باهتزاز معين، لو دي اتخرمت خلاص الولد مش هيسمع. طيب بنعمل ايه العمليات اللي بتتعمل؟ بنعمل حاجة اسمها ترقيع للطبلة، يا اما لو طفل صغير بيقولوا ان ممكن تنمو تاني، بس ضمانا للعملية دي بنقول ايه؟ نعمل ترقيع للطبلة. طيب ترقيع الطبلة دي، عشان كده بنقول ما ينفعش الطفل يمسك حاجة حادة ويلعب بها ايه؟ في ودانه. وصلنا للـ3 عظيمات والاوضه الفاضيه دي. الاوضه الفاضيه دي بتعمل ايه؟ الصوت بيبقى ماشي ماشي بشكل معين وصوت هادي كده، بتعمل الاوضه الفاضيه دي نوع من انواع تكبير الصوت للمخ، بتعمل له نوع من انواع ايه؟ تكبير الصوت. طيب قناه ستاكيوس عندي قفلت، لو قناه ستاكيوس قفلت ايه اللي هيحصل؟ الميه هتتكون وتقفل الفراغ اللي بسبب الاوضه دي الفاضيه، هتتملي ميه وهيحصل عائق ان العظيمات دي تتحرك، فهيحصل مشكله في السمع. طب ايه الحل لحاجه زي كده؟ الحل بنقول لحاجه زي كده يا اما بندي مضادات حيويه تنشف الميه دي، لو الميه كتيره جدا الدكاتره بيعملوا حاجه اسمها انابيب بتبقى متركبة ورا الودن وبتبقى مسؤولة عن تفضية المية دي لغاية سنة، وتبتدي الأنابيب دي بتقع لوحدها. تمام؟ طيب هنيجي للمشكلة الأصعب، ودي أغلبية السم والبكم بتبقى عندهم المشكلة دي، مشكلة القوقعة. القوقعة دي أهم جهاز، حتى تسمعوا إن الولاد الصغيرين بنلحق نعمل لهم عملية إيه؟ القوقعة عشان يقدروا يسمعوا. طب عبارة عن ايه القوقعة دي؟ احنا قلنا عبارة عن سائل وفي ايه؟ شعيرات، لما الـ3 عظيمات بيخبطوا فيها بيبتدي السائل ايه؟ يتحرك. طب ايه اللي بيحصل المشكلة هنا؟ السائل ما بيتحركش، السائل ما بايه؟ ما بيتحركش. طب الشعيرات هتتحرك؟ لا. طب القوقعة كده هتوصل للعصب السمعي ان فيه سمع؟ لا. يبقى اغلب الولاد الصم والبكم اللي احنا بنشوفهم عندهم مشكله، يعني العصب السمعي تمام والجهاز السمعي كله بتاعه مظبوط، المشكله في حركه سائل البرلينف هو اللي معطل الدنيا كلها. يبتدوا الدكاتره عملوا حاجه اسمها زراعه قوقعه، بيبتدي يفتح المخ ويبتدي يحط جهاز
يحرك جامد قوي السائل اللي جوه علشان يعمل ايه؟ يحرك الشعيرات والعمليه السمعيه بتاعته ايه؟ تستمر. بيكون معاهم جهاز كده من بره حسب الاصوات، وفي سماعه بمغناطيس بتبقى على الراس. المشكله بتاعت العمليه دي ان بتحتاج تدريبات جدا، لان الولد برضو مش بيسمع بنفس الطريقه الطبيعيه بتاعتنا احنا، لان دي حاجه مصنوعه من ايد بشريه، الصوت مش واصل له بنفس نغمه الصوت، بيعمل جلسات تخاطب كتير جدا عشان يبتدي يخش على المجتمع. نبره الصوت وطريقه الكلام مش بتبقى نفس نبره الصوت وطريقه الكلام الطبيعيه، فيها شكل كده الروبوت مع سنة في بحة في الصوت، هو مش عارف يتحكم في نبرات صوته كويس، مش فاهم إن كان الصوت عالي ولا لأ. طبعا لما هو طفل بيبقى واخد على هدوء بشكل معين جدا، تخيلوا هو مش سامع فهو قاعد في هدوء رهيب، وتخيلوا كده يحطوله سماعة ويبتدي يسمع بقى صوت التكاتك احنا مش حاسين على فكرة، لكن الطفل اللي بيبقى قاعد مش سامع أول ما بيدخل الصوت، ففي كتير منهم بيكرهوا السماعة، يحب يفصل دماغه ويروح فاصل كده السماعة ويقول لك أنا مش عايزها، يستخدموها وقت المدرسة حاجة زي كده، إن فعلا فعلا يعني متعبة جدا. فين لما بياخدوا عليها؟ في خطورة في اللي بيعملها؟ بيبقى ممنوع من لعب السباحة، ممنوع من لعب الكورة، لأن دي بتبقى بمنشار كده بيفتحوا المخ عشان يوصلوا لجوه، فطبعا بيبقوا الدكاترة محذرين على حاجات كتير جدا ممنوع إنها تتعامل مع الولاد. تمام، يبقى دي كلها المشاكل اللي بتقابلني في الايه؟ في السمع، كلها دي اللي بتأدي المشكلة في ايه؟ في السمع. معايا فيديو صغير هفرجه لكم، ده هيشرح الدنيا اكتر. بصوا هنا الصوت اهو هيبتدي يمشي، هيحرك طبلة الأذن. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates three tiny bones called the malleus, incus, and stapes. الثلاث عظيمات بالأسماء بتاعتهم. Increase the sound vibrations and send them to the cochlea. ودي القوقعة. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called الشعيرات اللي جوه sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. مبروك النضارة يا ياسمين. ها فهمنا ايه؟ مين يقول؟ فهمتوا ايه؟ فهمتوش حاجة؟ تقولوش، انا كله قلته. انا هقول اعرف ترانيم. ها؟ حاضر من عينيا. ها؟
مين؟ يلا قومي قول تعالي. يلا ها شباب مين فاهم ايه؟ يلا يلا اهلا اهلا يلا. فهمت ان الموسيقى ان السمع بيمر بمراحل، يعني انت عشان تيجي تسمع حاجه او صوت بيمر بمراحل في كذا مرحله. حلو الحمد لله. طب في حاجه تانية؟ طيب عايزين نقول حاجه تاني في انا عايزه اوريكم شكل القنوات الهلاليه. نعم انت عندك خط اورنج ولا عندك خط فودافون؟ هشرح لك كل حاجه طيب بعد المحاضره. ممكن عندك خط اورنج ولا فودافون؟ انا اورنج. طيب خدي تحيلي ده عشان نكتب لك. بصوا دي القنوات الهلاليه دي اللي مسؤوله عن ايه؟ ها بالانس. مين اللي قال مسؤول عن الاتزان بتاعنا؟ هي دي شكلها ودي علاقتها بالايه بالقوقعة. تمام احنا بنقول على مشاكل ال ال فيسبوك بتاعك بالانجليزي ولا عربي كده؟ بالانجليزي كده. طيب الفيسبوك بتاعك حاضر لك الفيسبوك بتاعي بالعربي. اوكي هخلص هخلص وادي لك كل حاجه. احنا بنقول ان المشكله لما بتكون في الاذن والقناه السمعيه دي اسمها مشكله توصيل، توصيل السمع. وبرده في الثلاث عظيمات بالاوضه دي مشكله توصيليه. لكن لما بتوصل المشكلة دي للقوقعة دي بنسميها مشكلة عصبية، لأنها اتصلت بكده إيه؟ بالعصب، اتصلت بالعصب السمعي. طيب في مشاكل في العصب السمعي، ممكن يكون طفل عنده الدنيا دي كلها مظبوطة ويحصل إن عنده ضعف في العصب السمعي؟ دي برضو مشكلة. ولما بيحصل بقى مشكلة في العصب السمعي او ضمور في العصب السمعي للأسف ملهاش حل. أو دي كلها او علاج. برافو. يبقى ملهاش حل العصب السمعي دي ملهاش لحل ولا علاج ولا عمليات ولا اي حاجة. هم عرفوا يحلوا كل المشاكل بس معرفوش يحلوا مشكلة ايه؟ مشكلة علاج الاعصاب عموما. حتى العينين لما نقول ان العصب باص في العين ده بيكون معناه ان خلاص ان النظر راح. كذلك الودن لو العصب السمعي ده باص ده بنقول عليه ان كده السمع راح. بما ان احنا بنتكلم عن الصم والبكم وبنتكلم على اللغه بتاعتهم، لغتهم هم ايه؟ لغتهم ايه؟ الاشاره. طيب احنا ابونا بشوي كامل اصلا كاهن صم وبكم كان على اسكندريه، فاحنا متخصصين في الاشاره. فانا جايبه لكم النهارده باسم هيديكم جزء صغير في الاشارات. كان بيجي هنا المركز بتاع السفينه صح؟ هنا اسم ايه المركز؟ لا هنا اسمه ايه المركز؟ لا المركز بتاع الولاد اللي بيتعلموا فيه مش عارف اسمه. مركز التعليم بتاع اسمه ايه بقى؟ اسمه مركز التنميه. كان بيجي يدي الاطفال اشارات هنا. فهناخد كده ممكن جزء من ابانا الذي تبقى حاجه حلوه تفضل معاكم على طول. تمام؟ طيب عايز ايه جون؟ ورايا ورايا اي حد اسمه جون. ده ايه ده مايك؟ ده عشان تسجل مش عارف احط فيه. سلام يا شباب مساء الخير. مبسوط ان انا معاكم النهارده، يعني دي حاجه تشرفني. هو للاسف يعني هبقى دقيقه بس بالمايك والباقي هبقى بايدي عشان الاشارات. لا 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 من غير اي حاجه. اهلا بيكم، انا باسم عدلي، انا من اسره صماء فيها اربع افراد صم وبكم. والدي كان صم وابكم ابانا احنا نفسه يعني، وعندي ثلاث اخوات صم وبكم، واحد عايش في امريكا والتاني في فرنسا واخويا معايا هنا الكبير. هضطر بقى اسيب المايك.
طب هي تصوني كانت بتتكلم عن الصمم، تمام، ووصلنا ان احنا بقى نتاج الموضوع ده ان احنا عندنا طفل اصم وابكم، تمام. فالطفل الاصم والابكم دلوقتي هيبتدي عايز يتواصل. طب هيتواصل ازاي وهو مش سامع؟ فبالتالي احنا ما تكونش عندنا لغه، ها برافو، لغه استقباليه، فبالتالي ما عندناش لغه تعبيريه، فبالتالي انا مضطر استخدم الاشارات كوسيله تواصل. طيب الطفل الصغير ده هيتعلم ازاي اشارات؟ تمام، احنا بنوريله صور، هنشاور. يعني بتبقى عندنا مشاكل ساعات ان الاهل نفسهم ما بيعرفوش اشارات، يعني بيبقى عندنا مشكله كبيره ان الاهل ده اتولد عنده طفل وعقبال ما اكتشف ان هو اصم وابكم فهو اوريدي ما بيعرفش اشارات، تمام. ف يا اما بيروح لحد متخصص طبعا، يا اما بيحاول يتعلم الاشاره. طيب معلش انا مش هطول عليكم، انا مش محتاج حاجه خالص. هسألكم بس سؤال في الأول، هل لغة الإشارة دي موحدة على العالم كله ولا؟ برافو عليك، برافو عليك. أنا من ساعة ما قعدت جنبك وبقول إن أنت فيك حاجة مختلفة. طبعًا كل مكان ليه الإشارات بتاعته، يعني إحنا هنا مثلًا إسكندرية لينا الإشارات بتاعتنا، في القاهرة يمكن بتختلف شوية، بس في المجمل العام مصر ليها اشارات واحده، امريكا ليها اشارات، فرنسا ليها اشارات، كل دوله من دول العالم ليها اشارات واحده. طيب هنتكلم عن الاشاره نفسها. طب هل الاشارات كلها بتؤدي الى الرموز؟ يعني مثلا انا بتكلم عن الكرسي، انا بوصف الكرسي شكله ايه وبتاع، فمتفق انا والاصم والابكم ان الكرسي ده ليه اشاره معينه. طيب ولنفترض ان انا سميت الاشاره بتاعتي دي اشاره وصفيه، يعني ايه وصفيه؟ بوصف او برسم الحاجه. طب انا هرسم الكرسي ده ازاي؟ انا هقف كده عشان الكاميرا، صح؟ سوري. احنا بنستخدم ايدينا الاثنين، فاحنا خلاص بقى هنسيب الموبايلات وهنركز مع بعض وهنرفع ايدينا ونصحصح شويه، تمام. ادي ايدي اهي فاتحها كده، ايدي الشمال. حد شمالاوي؟ حد شمالاوي؟ تمام. اللي شمالاوي مفيش مشكله، بس هيستخدم ايده اليمين. ايدي الشمال اهي وايديا اليمين عملت كرسي. انا عملت ايه؟ انا رسمت الكرسي. رسمته ازاي؟ ادي ظهر الكرسي وادي القعده بتاعت الكرسي وادي الشخص اللي قاعد على الكرسي. يبقى انا ابتديت اجهز لغه استقباليه للطفل الاصم علشان يقدر يستخدمها، فبعرفه وبفهمه ان سواء بقى بالمجسم اللي قدامي او بصوره زي ما انت قلت تسوني او باي شيء تاني. فقلت ده كرسي، قلت له ده الكرسي اهو، ده شكل الكرسي اهو، انا شخص قاعد على الكرسي. فبالتالي انا عندي نوع من الاشارات اسمه اشارات وصفيه، انا بوصف الحاجه. طيب اوصف ايه تاني؟ مثلا نفترض كلمه شجره، تخيلوا كده ممكن اوصف الشجره ازاي؟ مش كده لا. احنا بنختلف تماما عن برنامج بدون كلام. طيب انا هتخيل ان ايدي دي عامله ارض وايدي التانيه عامله الساق بتاع الشجره وايديا رسمت فروع. عملت شجره ولا لا؟ حلوه الشجره بتاعتي، وريني بقى الشجره بتاعتكم. تمام تمام، يبقى انا ايدي دي عملت ارض، ايديا دي عملت شجره. هي الشجره بتتحرك جامد عشان فيها هواء، تمام. فبالتالي انا اتفقت انا والاصم والابكم ان احنا عندنا اشارات احنا بنوصفها مع بعض وبنتفق عليها، ولما باجي اتكلم خلاص بختار بقى الاشارات دي. طيب دي بالنسبه للاشارات الوصفيه. طب بالنسبه للاشارات بنسميها اشارات تعبيريه، يعني ايه؟ انا مش قادر اوصفها، زي المشاعر مثلا، حاجه زي المشاعر انا مش قادر اوصفها. طب انا بعمل ايه مثلا؟ عايز اقول انا عاوز، كلمة مجردة تماما ومبهمة مش هقدر ارسمها، انا عايز دي يعني ايه؟ فدي بقى بنتفق ساعتها، بنتفق ان دي يعني انا عاوز. طب انا عاوز ايديا دي اليمين اهي او الشمال، بقى استخدم الشمال.
اقفلها اليمين، ايدي الاساسيه هي اليمين، تمام، وبعمل عاوز. فاحنا اتفقنا ان في نوعين من الاشارات، نوع اسمه اشارات وصفيه، وفي حاجه اسمها اشارات تعبيريه. في النهايه انا كل جزء ومنطقه في جسمي بتتحرك بتوصف اشاره او بتوصل رساله. يعني انا غضبان فاجريسيف كده، وتعبير وشي كلها مكشره، متضايق، فبالتالي انا موصل الاصم والابكم ان انا متضايق. مبسوط بضحك، تعبير وشي بتشترك معايا في توصيل الاشاره او توصيل المعلومه. يبقى خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، اخش بقى للاصم والنفس، الاصم والابكم نفسه، تبقى عندي حد من الصم والبك بيبص لي، هل هو سامعني؟ مش سامعني، هو بس شايفني، هو شايف كل حركه من جسمي. خدوا بالكم قوي، حد هنا يعرف حد اصم وابكم او اتعامل مع حد اصم وابكم؟ سوني اسمها ايه؟ اسمها ايه برضو؟ من هنا اسكندريه؟ ف كنت بتتكلم مع اشارات بقى ولا؟ انا 23 سنه بتكلم مع اشارات، بس احنا اللي عملناها معاها. يعني انا وقتي طلعنا متعلمين لغه بابايا ومامتي. هقول لك، انا هقول لك على النقطه دي. اصل انا والدتي يعني الله يرحمها برضو يعني كانت بتتكلم برضو مع اخواتي اشارات، بس بعيد تماما خالص عن الاشارات اللي احنا بنتكلم معاهم. يعني ايه؟ مثلا هي عايزه تقول له عايز تاكل ايه، فهي ليها اشارات معينه عملتها لكل حاجه، عملت اشاره للطماطم، عملت اشاره للميه، عملت اشاره للشاي، عملت اشاره، وهم في البيت عارفينها وفاهمينها. فدي خلاص دي حاجه وسيله، زي ما اتفقنا هي وسيله، عملت وسيله اتصال ما بينها وبين ولادها وما بينها وبين جوزها، تمام، فهي خلقت الوسيله دي. بس في النهاية احنا عندنا لغة، واللغة دي موجودة ومعترف بيها، احنا شغالين بيها في اسكندرية، في القاهرة، وهكذا طبعا في بقية دول العالم. فاحنا اتفقنا ان احنا عندنا اشارات وصفية وعندنا اشارات غير وصفية او اللي هي التعبيرية. الجزء الحاجة الثالثة اللي اتفقنا عليها حركات الجسم، حركات الجسم وتعبير الوش، التلاتة دول بيشتركوا ان هما بيكونوا لغة الاشارة. اتفضل. ما انا معاك، هو طبعا الشخص الصغير ده، الكم الصغير، مربع صغير ده بيبقى احنا يعني الموجودين في الحته الصغيره دي. بس هو الفكره في الترجمه ان انا بترجم، يعني دي ان شاء الله يعني لو ربنا دبر عملنا كورس يعني في الاشارات، احنا اوريدي بنعمل كورسات عندنا في المركز. احنا بنقول ان انت بترجم ازاي؟ بترجم الترجمه دي ليها كذا نوع، طبعا مش هخش في تفاصيل، بس انا اوريدي انا باخد الكلام او المعلومه اللي انا عايز اوصلها للاصم والابكم، انا بترجمها بسرعه في دماغي، تمام، واوصلها بالطريقه اللي تتفهم وتكون بسيطه للاصم والابكم. طبعا بالنسبه لاسكندريه وبالنسبه للقاهره او جميع محافظات مصر، الاشارات الاساسيه واحده، بعض الاشارات الصغيره قوي ممكن تكون مختلفه. ولنفترض مثلا كلمه بنت، كلمه بنت هنا في اسكندرية احنا بنعملها كده بنت، وهقول لكم ليه. كلمة بنت في القاهرة بيعملوها كده. طيب ايه الفرق بين دي بنت اسكندرية وايه الفرق دي بنت في بقية المحافظات او في القاهرة؟ يبقى ثقافة المحافظة نفسها بتأثر شوية على بعض الاشارات البسيطة اللي مش هتأثر بدورها على الجملة او المفهوم. يعني احنا هنا علشان الستات زمان في اسكندرية كانوا بيلبسوا اليشمك تقريبا اسمه، فبيبقى ليه علامه كده، فقال لك البنات الاسكندرانيه اشارتهم كده. طب ليه كده؟ بره في جميع المحافظات اشاره البنت عامه بتحط روش، فبنقول ده اشاره البنت. فاهم القصه؟ بس في النهايه لا، انا لو قلت اشارات معينه انا هفهم، وبتاع اسكندريه هيفهم، وبتاع القاهره هيفهم، وهكذا.
فما فيش اي مشكله في القصه دي. طيب نرجع بقى للاشارات. انا عايز اتكلم عن نفسي، انا اعرف نفسي انا الاصم والابكم. انا دخلت اجتماع فيه صم وبكم، تمام، اجتماع الصم والبكم ده، انا عايز اقول لهم يا جماعه انا راجل لسه جديد في الاشارات، ما اعرفش اي حاجه، وهم جم جابوني مثلا هنا في الاجتماع وقالوا لي دول صم وبكم وانا بتكلم، فانا مش عارف اتواصل ما بينكم في بعض الاشارات البسيطه مثلا. يعني والله افترض مثلا عايز اقول كلمه انا شاور على نفسي، بس ابسط حاجه انا، بس دي ليها اشاره، بشاور، صبع ده اللي بيشاور اسمه الابهام، بشاور بيه على نفسي مع بعض بقى بشاور، ايديا اليمين بتشاور على نفسي، بقول له انا ولنفترض بقول خادم، ايديا الشمال، ايديا اليمين هي اللي بتخبط، خادم، بلف ايدي شويه بقول جديد، تاني انا خادم جديد. هي دي الخادم زي التعليم شويه، فمثلا هي جايه من اشاره التعليم كده، لما امسك ودني كده واخبط كده على ايدي يبقى انا كده بادبك او بعلمك، فبقى انا كده خادم، تمام، يبقى انا خادم جديد. طبعا في اشارات كتير قوي من حقكم تسالوا دي ليه، وفي اشارات كتير للاسف انا نفسي ما اعرفش دي ليه. فبقول انا خادم جديد. انا مثلا اسمي، طبعا ده اسم هنا عشان التاج اللي بتعلق، انا اسمي فلان، فلان ده طبعا هنقوله بالحروف او احنا مش هنبقى لسه عارفين حروف فهنضطر ايه نكتب، تمام. طيب يبقى انا كده عرفت انا عرفت نفسي للاصم الاكبر. انا هقول له بس لو سمحت اعمله كده، لو سمحت زي ثانيه واحده يعني سعيد، بس احنا مش هنقول اشارات اكتر من كده يعني. سعيد، ايديا اليمين فوق وايديا الشمال تحت من قدام لورا، وبقول له سعيد. تفرق، ما هي كده مش هتبقى يعني. الشمالاوي ممكن يعملها العكس، الشمالاوي هيبقى الايد الشمال هي اللي فوق واليمين هي اللي تحت، وبنقول له ساعدني. احنا اتفقنا ان الاشارات دي عباره عن ثلاث حاجات، اشاره وصفيه، اشاره تعبيريه، تعبير الجسم، تعبير الوجه، دي برضو نوع من انواع الاشارات. جسمك كله هو بيتحرك بيوصل اشارات معينه. هاخد بس ابانا الذي بس بحاجه بسيطه نقولها مع بعض كده وهنقفل بيها. هو الصم والبكم يقدر يتعلم الكتابه ازاي احنا لما بنعلم الحروف او اي لغه بتتعامل حاجتين، بالرسمه بتاعتها وبالساوند بتاعها، ازاي هو بيقدر بقى يشيل الساوند ده بس يفهم الحرف ده مين؟ طيب. او الكلمه دي بتدل على ايه؟ انت كده دخلت في مجال تاني كبير قوي اسمه مجال التخاطب. مجال التخاطب انا جبت طفل اصم وابكم، خلاص احنا اتفقنا ان هو صم وبكم، وزي ما تسون ياسمين قالت احنا هنبتدي نستخدم معين سمعي. المعين السمعي ده يا اما سماعه هتتركب في الاذن، او هو دخل عمليه عملت زراعه قوقعه وابتدى يسمع، في الحالتين ابتدى يسمع الاصوات. طيب ابتدى دورنا بقى دلوقتي ان احنا نشغل بقى اللغه الاستقباليه علشان يكون في لغه تعبيريه. طيب ولنفترض دلوقتي انا ابتديت قاعد في اول جلسه تخاطب مع طفل اصم وابكم لابس سماعه وسامعني. نبتدي نشتغل بحاجتين، حاجه اسمها الاحساس، حاجه اسمها السمع. هنفترض ان احنا هنوصل له صوت الآ، ومش هقول الالف، اسمه الآ. هنحط ايدينا مثلا، كلنا نحط ايدينا كده اليمين على صدرنا، قول آه. يبقى انا كده ابتديت اوصل له صوت الآ اللي هو صوت الالف، وابتدي بكرت فيه الف، تمام، اقول ان ده حرف الالف. ساعات كتير قوي ان احنا ممكن نبتدي المرحله دي من غير ما يسمعني. طب هعملها ازاي؟ هو اوريدي عنده صوت لان عنده حنجره، هو مشكلته بس ان الصوت نفسه مش واصل. فابتدي هقول مثلا، تعالى بس جنبي كده ثانيه بس، احسسه بالصوت. احسسه بالصوت ازاي؟ هقول له قول هو هيحط ايده كده، طبعا هو سامعني، هو شايفني مش سامعني، هيعمل كده، هو مش سامعني، هيقول ايه؟ هيعمل ايه؟ هيفتح بقه بس، هو مش سامعني.
فابتدي انا اعمل ايه؟ احط ايده الثانيه سوري على صدري انا، فاقول له قول هيحس بالذبذبه دي، هيبتدي يقول زي ساعات بنعمل كده، نحط ايده على زوري، ايدك على زورك قول قول بس وهكذا. ممكن نوصل ان هو بسماعه بدائيه جدا او حتى بدون سماعه ان انا احسسه بس بالصوت، بس الافضل طبعا اللي بيدعمني بنسبه 90% السماعه. انا ممكن ب 10% احسسه بس بالصوت، هيحسه في جسمه، لان ساعات احنا بنحس كمان بالصوت، لان لو حد ركز في حاجه اسمها السماعه العظميه. يعني ايه سماعه عظميه؟ سماعه بتحس بالترددات في الجمجمه نفسها. يبقى احنا كده قدرنا بس نوصل له الحروف واحده واحده، حرف مع حرف مع حرف. طبعا كل حرف له طريقه، يعني مثلا دي طريقه خروج حرف الالف او صوت الا، بعد كده هيبقى في صوت الباء وصوت وهكذا لغايه الحروف كلها ما تخلص. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دود الكمال. يبقى احنا ايدينا اليمين هتقول ابانا الذي ابانا، دي عملناها ليه؟ احكي لكم بس حكايه ابانا الذي دي. ابونا او بابا عنده داء فبنعمل كده ابونا، حتى تلاقيه قاعد في اباء كهنه بتعمل كده، في اباء كهنه بتعمل، في اباء كهنه بتعمل كده، ففي احنا ناخد اللي بيعمل كده تمام. ابانا الذي معناها ايه؟ الذي يعني موجود في كل الكون. ابانا الذي فيه، وانا بعمل لازم ما نزلتش ايدي، لفيت كده وايديا اليمين دخلت في ايديا الشمال في، وفي دي مش هتلاقيها غير في ابانا الذي، عشان هي زي ما بنقول كده ان هي محفوظه اسطمبه من الاشارات وكلنا متفقين عليها. ابان الذي في، وانا في بعمل السما دي ايه؟ سما فوق اهي. طب عايز اقول الارض هعمل ايه؟ بس توقعوا توقعوا ها اشارات. يبقى سما أرض، سماء أرض. من الأول أبان الذي في السماوات، خلاص ليتقدس، يعني على الإلهالة اللي موجودة فوق رأس القديسين. إيديا اليمين من ناحية اليمين بوديها للجنب الشمال، رسمت هالة فوق راسي بصبع ده. الصبع ده أنا استخدمه كتير، قلت له أنت وأنا، أنت وأنا، وأنا حطيته هنا فوق كتفي وبلفه، عملت الهاله بتاعت القديسين. تاني ابان الذي في السماوات ليتقدس، وانا عند يتقدس قلت اسمك اللي انا قلتها لكم من شويه، تمام. طيب الكاف اللي هي ربنا اسمك، فبقول الله، دي اشاره ربنا. طبعا دي الاشاره دي ابتدوا يختلفوا عليها شويه الفتره دي، فبيقولوا ان ربنا بس برفع ايدي لفوق. ليه؟ لان الناس اخواتنا يعني التانيين بيقولوا علينا ان احنا بنعمل كده، يعني انتوا عندكم اتنين. فهي وصلت تخيلين هي ترجمت ازاي؟ بس هي اوريدي محفوظه كده، يعني الله. ليه الله عملناها كده؟ لان دي الله ودي يسوع. ليه يسوع دي؟ علشان بشاور على مكان المسمار، مش مكان الصليب، كان المسمار تمام. وبعمل كده يبقى ربنا، ودي ربنا او الله، ودي يسوع المسيح، يسوع المسيح. نرجع تاني من الاول، ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. حدش ينزل، حدش ينزل، كلنا زي بعض هنا. لما عملت الشغل خلاص بنزل. لما عملنا الكورس الاشارات هنا، فكنا بنحفظ الولاد ترانيم بالاشاره، فكان كنت بحكي لهم حكايه كده زي الكورال. كورال ما ينفعش يبقى في حد صوته عالي وفي حد يبقى صوته واطي، مش هيبقى كورال. طب احنا بنعمل كورال للصم والبكم، وبنعمل كورال للخدام بيقولوا ترانيم للصم والبكم، فهل ينفع الاشارات تبقى مشوهه كده حتى تبقى متعبه للعين؟ فلما تخيلوا كده كلنا عاملين كده، وكلنا صف واحد فوق وكلنا صف واحد تحت، فبالتالي احنا رسمنا شكل الاشاره مريح للعيون. معلش انا يعني انا للاسف مهندس، فالحاجات دي كمان بتاثر فيه قوي الانتظام، يعني مثلا بقول لكم كده وكده. تاني
أبان الذي في سماوات ليتقدس اسمك. مين بقى يمين؟ مين زي هنا كده؟ احنا في اليمين كلنا، ما حدش يبقى الناحية التانية. ليأتي، بقول من عند ربنا تعالى، او الحاجة دي جاية من عند ايه؟ ربنا. ليأتي ملكوتك، بنفس الايد، ليأتي ملكوتك. ليه ملكوت كده؟ لان تخيلوا الملك لابس التاج وفي حتة في التاج كده طلع من هنا كده، فبتقول ان دي ملك. تمام؟ ليأتي ملكوتك. لتكن يعني يا رب خلي اللي عندك فوق تحت، يا رب خلي اللي عندك فوق تحت. لتكن مشيئتك. مشيئتك تاني. حاضر كده، يعني مشيئة او يوافق. انا موافق. طب عكس يوافق ايه؟ يرفض. يرفض. يوافق يرفض. يوافق يرفض. من الاول بقى، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. طيب، كما في السماء كذلك على الأرض. بفتح ثلاث صوابع كبير واللي بعده واللي بعده، وخلي الاثنين دول يقفلوا على صبع الكبير، ملوا كده زي بالضبط، بس مرة في ناحية الشمال ومرة في ناحية اليمين. كما مرة في ناحية الشمال واحدة، يعني قفلة كده، بعد كده تقفل في ناحية اليمين. كما في السماء هي هي بقى، كذلك على الأرض. كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا يعني العيش، ممكن نعمل عيش عادي، عيش مدور، رغيف، رغيفين، لا العيش الفينو كده بقول له عيش فينو. تمام؟ طيب، كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا، وبشاور علينا احنا بقى اهو، انا بشاور علينا احنا اهو. خبزنا، وبصبع ده اللي احنا شغال معنا من اول الحلقه، الذي للغد، ارجع تاني بيه، اقول اعطينا اليوم. تاني، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم. تاني، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. اسمك اسمك. أنا في اسمك دلوقتي. اسمك، ها ها، اسمك أهي، اسمك. ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، كم في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم. واغفر ذنوبنا، دي صعبة شوية. افتح إيدي شمال، حط إيدي التانية على وشي، أخذ حاجة من وشي وحشة، تعالى إيدي وامسح. واغفر تاني. واغفر، تخيلوا في حد بيمسح حاجة، بينظف حاجة هو. واغفر لنا ذنوبنا، ثلاث صوابع دول، وانا قافل ايدي الشمال بيبقى قافلين كده، ويجي يخبطوا في الحته دي ويفتحوا، دي يعني خطيه. تاني تاني تاني، ده يا الشمال قافلها، ده يا اليمين فتحه ثلاثه وهي مقفوله كده، بتخبط هنا كده وتفتح، خطيه. كل ما بتخبط بتفتح مره. برافو. بس مش لقدام، ها، خطية عليك انت. ايوه، خطية. خطية او ذنوب، خطية او ذنوب. برافو، خطية او ذنوب، ها ها، خطية او ذنوب. يبقى واغفر لنا ذنوبنا. تاني، واغفر لنا ذنوبنا. كما اللي احنا خدناها، نغفر نحن ايضا. تاني، ايضا يعني المره الثانيه، فاهمين جايه ازاي؟ للمره الثانيه، ايضا. واغفر لنا
زينو بنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا. داية دي شمال فوق داية اليمين بتعمل كأني واحد داخل نفق كده. ولا تدخلنا في تجربة. دي تجربة أو امتحان. بس دي حصل له في الامتحان بقى نجح ربنا كرمه، إنما دي للأسف ربنا ما كرموش. تاني ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا، كأن واحد بيطلع واحد كده من الغرق، نجينا من الشرير. ودي بقى هنختلف عليها كلنا لأن في حد هيعملها كده وفي حد. طيب هقول لك دي بيسموها قرون الشيطان، تحط فوق كده في قرنين للشيطان. لما اعمل كده دي مش قرون شيطان خالص، دي اسمها علامة الحب بتاعة الصم البق، اسمها love you. ال love you يعني انت احبك يعني، ودي لغة الحب عامة. لما حد يقول لحد انا بحبك تمام، يبقى دي يعني بحبك، ما ينفعش اعمل كده فاهمين. يبقى انا قافل صبعي وفتح الاتنين دول بس، يبقى ده شيطان تمام. لكن نجينا من الشرير بالمسيح اللي احنا قلناه في الاول دي، يسوع ربنا. ووطي كده قول لان لك الملك القوة والمجد الى الابد. قافل الثلاثة وفتح الاثنين اللي بره اللي الاخير هنا والاخير هنا. الى الابد امين. نقولها من الاول تاني. هنقولها اخر مره عشان واضح عايزين يقفلوا علينا. عادي طيب تاني. ابانا نقولها بالراحه بس ماشي. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن انتوا اللي بتسبقوا على فكرة أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لأن لك ملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أنا بالإشارات أنا خادم جديد، ساعدني بالإشارات الله يخليك. بشكركم بجد مبسوط قوي ان انا وصيتكم، ربنا يخليكم، وان شاء الله يبقى لنا فرصه تانية ان احنا نبقى نتوسع قوي في موضوع الاشارات ده. شكرا.